كثير من الأشخاص بيعانوا من اضطرابات متعددة من بالأسنان، لكن يمكن أصعب شيء يا هايدي اضطرابات الأسنان. يمكن كثير من الأشخاص يقولوا أصعب شيء عندنا وجع الأسنان الاضطرابات اللي بترافقها، لكن اليوم رح نحكي عن اضطرابات المفصل الفكي الصدغي، قديش بيسبب من آلام للشخص اللي بيرافقه هذا الشيء. صحيح، موضوع الطبي كثير مهم، بيعانوا منه نسبة من الأشخاص، وحقيقة يمكن أعراضه كثير مزعجة، بيكون في ألم، بيكون في صداع، صعوبة بالأكل، كثير من المشاكل يلي ممكن يتعرض لها الشخص. رح نتعرف اليوم أكثر مشاهدينا عن اضطراب المفصل الفكي الصدغي، نعرف أعراضه، أسبابه وطرق علاجه، وأيمت نحن ممكن فعلا نزور الدكتور. خلونا نتعرف تفاصيل أكثر مع ضيفنا اللي صار ضمن الاستوديو، الدكتور حسين عبد الكريم، اختصاصي بأمراض الفم والأسنان وجراحتها. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم، صباح جميع المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. من السلامة للجميع، أكيد إن شاء الله تكون فقرتنا اليوم مفيدة للجميع، ويعطوا منا معلومات تقدر تساعدهم بأيام إن شاء الله. مثل ما بنعرف دكتور، يمكن أصعب شيء اضطرابات الأسنان، وكثير من الأشخاص بيكرهوا أو بيعانوا يعني من الروحة لعن طبيب الأسنان، أنه نحن الاضطرابات الأسنان بيحاولوا بأي طريقة أنه يسكنوا أو يلاقوا حل ليطالعوا حالهم من هي المشكلة. يمكن أنا هيك بلاحظ أنه أصعب شيء ألم الأسنان. خلينا بداية نتعرف شو اضطراب المفصل الفكي الصدغي. خلينا بس ننوه على موضوع اضطرابات الأسنان، هي أهم شيء عندنا نحن نعرف شغلة واحدة، وطالما كل العالم بتخاف من طبيب الأسنان رح يضل في اضطرابات، خلينا ناخذ نحن أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. خليهم دائما بموضوع العناية الفموية، بموضوع المحافظة على الأسنان، تشيك دوري، نكون مشكلة صغيرة نحن ممكن نتفادى مشاكل تماما. كبيرة. هلا قبل ما نفوت على اضطرابات المفصل الفكي الصدغي، بدنا نعرف شو هو المفصل الفكي الصدغي. مفصل الفك الصدغي هو عبارة عن مفصل بيربط ما بين عظم الفك اللي هو العظم المتحرك الوحيد بعظام الجمجمة مع قاعة الجمجمة. طبعا بيصير الاتصال بين او بيتم الربط بيناتها عن طريق الياف او اربطة عضلية، وعن طريق عضلات هي اللي بنسميها العضلات المضيغة. وطبعا منطقة الاتصال بتكون ما بين العظم عظام الجبهة وما بين العظم الفك السفلي، بيكون في عندنا بيناتهم احنا قرص مفصلي بنسميه، احنا هو عباره عن مثل صفيحه او قرص هو متليف بيجي ما بين عظم الفك وما بين عظم الجمجمه. هلا بالنسبه للاضطرابات، طبعا في كثير مشاكل بالنسبه للمفصل الفك الصدغي. بتلاقي مثلا مريض جاي لعنا احنا، دكتور على طول انا عم اشتكي مثلا من الام بعضلات الوجه، دكتور انا عم اشتكي مثلا احيانا بيطلع لي صوت طقطقه بالفك لما عم اكل او لما عم افتح تمي او لما عم اتاوى. في منهم مثلا بيقول لك انه دكتور انا بيعلق فكي لما بفتح تمي على الاخير او لما بتاوى. ممكن احيانا مثلا يجيك مريض يقول لك انه انا عندي مشاكل بالاذن، عم حس داني عم تطن بشكل دائم، ما بيخطر على باله انه ما بيخطر على باله انه ممكن تكون مشاكل بالاسنان او مشاكل بالمفصل الفكي الصدغي. طبعا هي المشاكل كلها نحن دائما بتترافق احيانا مع الم من خفيف لمتوسط، في بعض الحالات الشديده بنوصل لمرحله انه الم شديد، الم شديد او مبرح، يعني ممكن ما ينام المريض. طبعا في من الاسباب المباشره له عندك الصرير الاسنان، ممكن تكون اسباب رضيه رد على المفصل، ممكن يكون المريض مثلا ممكن يستخدم جهه اكثر من جهه بالاكل لفتره طويله، ممكن يكون عنده مشاكل عضليه او بشكل عام شد عضلي هو بجسمه، ممكن يكون عنده خراجات اسنان، ممكن يكون عنده مثلا ضراس العقل طالعه بوضعيه كثير سيئه وعامله مشاكل، ممكن يكون عندنا نحن مشاكل عامة أو جهازية مثلا مثل التهاب مفاصل روماتويدي، ممكن يكون عندنا احنا كمان اللي عندنا احنا تنكسات بالعظم، ممكن يكون تنكسات بالمفصل بيرجع بينشأ عندنا بروزات عظمية على لقمة عظم الفك السفلي. طبعا العلاجات تختلف بناء على التشخيص، نحن بدنا نحاول نشخص المريض. طبعا مو من أول شيء بيلجأ لأنه يشوف طبيب الأسنان، وهذا خطأ. نحن من اول ما بنشتكي من اي باي شكوى، سواء كانت بالاسنان او بغير الاسنان، الافضل انه احنا نشوف مختص تماما، ما هو يوجهنا يوجهنا لطريقه علاج. ممكن تكون احيانا علاجات بسيطه، هي عباره عن تمارين او معالجه فيزيائيه لعضلات الفك، ممكن تكون انه توجيه سلوكي، انه مثلا انت عم تاكل على الجهه اكثر من هي الجهه، انتقل على هي الجهه. ممكن يكون نخر بسيط بهي الجهه مانعه عم ياكل على الجهه المتاذيه، عم ياكل على الجهه الثانيه. ممكن يكون احيانا
نضطر ان احنا نعطي مثلا مرخيات عضليه، نعطي مسكنات الم، ممكن نعطيه احيانا بالحالات المتقدمه ممكن احنا نحط كورتيكوستيرويد بالمفصل كمان نحقن وحقن فيه، ممكن احنا احيانا نوصل للجراحات الواسعه، ممكن احيانا تنظير بسيط، ممكن ابره بوتوكس على العضلات على القطع العضليه الموجوده للمفصل، يعني كله هذا بيندرج تحت اطار العلاجات. طبعا مثل ما قلنا احنا العلاج بيتدرج معنا حسب شو هي درجه المشكله الموجوده عندنا احنا بالمفصل. طيب دكتور خلينا نرجع شوي نركز على اسباب حدوث هذا الاضطراب، ونوع كمان ممكن يكون سبب نتيجه علاجات تجميليه خاطئه اليوم، تلبيسات خاطئه، ان كانت خصوصا الاشخاص اليوم اللي بيلجؤوا لتجميل الاسنان بيلجؤوا لعلاجات عديده مثل الفينير اللومينير. خلينا نوضح دكتور اذا في علاقه بهذا الموضوع. احنا ننتبه على نقطه كثير مهمه بالنسبه للمعالجات او المفهوم الشائع هو التجميل او التلبيسات. نحن لما بتكون عندنا التلبيسات محافظين نحن على اطباق سليم واخذين علاقه اطباقيه صحيحه، قولا واحدا نحن ما عندنا مشكله بهذا الموضوع. تمام. اما لما بيكون في عندي انا مثلا جهه مثلا مطبقه بالاسنان اكثر من جهه، في عندي جهه عاليه، في عندي تلبيسه ممكن تكون هي نقطه صغيره احيانا بتعمل مشاكل. ليش؟ لانه صار في عندي خطا بتموضع العضله، عرفتي كيف؟ بتصير عندي هاي المشاكل، طبعا بتعمل الام، بس هذا بده وقت طويل لحتى يصير، مو فورا، مو بشكل مباشر بيصير. تمام. طب دكتور اذا بدنا نحكي اكثر الفئات اللي بيتعرضوا لهذا الشيء، هنون الاشخاص اللي عندهم كثير ستريس او حاله توتر، الفئات او الاعمار الصغيره او الاعمار خلينا نقول كبار السن اكثر اللي بيتعرضوا لهذا الشيء. هلا مثل نرجع على نفس الموضوع حسب الاسباب. هلا ممكن تكون في حاله سببها هو التوتر، ممكن طالب فتره امتحانات بيكون متوتر، ممكن يكون مثلا صبيه مرأة بازمه عاطفيه، ممكن يكون شاب عنده ازمه ماليه، ممكن يكون كله هذا ضغط نفسي، بصير بده يكز على اسنانه، خصوصي بموضوع الصرير الليلي. الصرير الليلي نحن ما يعني المريض ما بيتخيل كميه القوه اللي ممكن يطبقها هو من المفصل على الاسنان، من قوه الشد على الاسنان. وبالتالي هي كمان بتسبب الام مفصليه. بفيق الصبح ممكن يشوف حس انه وشه صار عباره عن كتله مشدوده، ما عاد في يتحرك، بحس بالم اذا بده يفتح تمه. فهذا الموضوع نحن نتداركه ونشوف شو السبب ونعالجه. هلا اذا قلنا نحن انه ضغوط نفسي، طبعا نحن ما فينا نشيل ضغوط نفسيه عن حدا، وبالتالي بدنا نلجا نحن لموضوع انه نحن لا ممكن نعطيه مسكنات، ممكن نعطي نحن مرخيات عضليه، ممكن نعطي حتى كمان في بعض الحالات مضادات الاكتئاب مشان تساعده كمان تخفف الارق، بتساعده على النوم وبتساهم كمان بزياده تاثير المواد. تمام. هلا دكتور بفترات الامتحانات هلا طلابنا مقبلين على الشهادات الثانويه والاعداديه، قديش هي الحالات عم تكثر؟ هلا بفترات الامتحانات لك هي عباره عن فتره ضغط نفسي، خصوصي انه نحن موضوع او ثقافه المجتمع عندنا هي انه انت بكالوريا، انت شهاده، انت خلص هذا مفصل حياتك، انت هون حياتك كلياتها بتتحدد بالكم شهر هذول، او مصيرك انت يا اما بتكون يا اما ما بتكون، فهون هذا كلياته ضغط عم يسبب. لا خلص اترك الطالب على راحته. هذا بيسبب لهم تأثيرات. ما بهمني انه كل طلاب سوريا يطلعوا اطباء، ولا بهمني انه كل طلاب سوريا يرسبوا. في طالب بده يرسب، في طالب رح ينجح بمعدل جيد، في طالب رح ينجح بمعدل ممتاز، طالب رح يفوت صيدلي، طالب رح يفوت حقوق، طالب رح يفوت اعلام، طالب هيك، يعني حنترك الطالب وراحته وامكانياته. ضروري ننتبه قد ايه بيسبب لهم التوتر، الام جسديه. هذا التوتر او حاله التوتر هي سببها الاهل بالنسبه للطلاب. هلا في عندك مثلا بعض حالات التهابات المفصل او اضطرابات المفصل اللي بتصير عندنا بتصيب فترات عمريه معينه، وهي انتم كصبايا مثلا ما بين ال 20 ل 30، وفي عندك النساء بعد سن الياس كمان نتيجه تغييرات الفيزيولوجيه اللي بتصير بجسمها كمان ممكن تصير عندها هذا الموضوع. هل عندك هشاشه العظام عند المرضى كمان ممكن ياثر؟ التهاب المفاصل الريوماتيدي هذا كمان هو مرض مناعي ذاتي كمان ممكن ياثر عنا على موضوع المفصل. طيب خلينا نروح نحكي عن رحله العلاج لاضطراب المفصل الفكي الصدغي. اليوم في عنا علاجات دكتور، ممكن احنا نبلش هذا الشيء بعلاج دوائي ام لا احنا لازم نروح للعلاج الجراحي؟ كيف اليوم بيتم اختيار العلاج المناسب لكل حاله؟ طيب هلا بالنسبه للعلاج قلت لك نحن فينا نبلش فيه بحبه السيتامول، وفينا نبلش فيه قبل السيتامول كمان لسه بالمعالجه الفيزيائيه. تمام. معالجه فيزيائيه تدليك للعضلات مع كمادات دافيه احيانا واحيانا بارده حسب الحاله،
بترخي العضلات وبتساعد على انه نحن نريح المفصل. الشغله الثانيه قلت لك ممكن مسكنات الالم. نبلش من المسكنات الخفيفه، ممكن احيانا نضطر لنعطي انه ايبروفين او نعطي ديكلوفيناك او نعطي مسكنات قويه لحتى يسكن الالم. العلاج الثالث ممكن احنا اصلا بحالات متطوره قبل لسه ما حكينا، ما فتنا على الجراحه. الجراحه طبعا هي اخر مجال، اخر شيء نحن بنفوت عليه. تمام. يعني جراحات المفصل الفك الصدغي الى تحفظ شوي، لانه هو المفصل من اعقد المفاصل الموجوده بالجسم. خلينا نفوت نحن على موضوع ممكن نحن احيانا نلجا لحقن البلازما، حقن البوتوكس. بالنسبه للمفصل الفك الصدغي كمان ممكن يكون هو علاج محافظ. ممكن نفوت نعمل شيء اسمه حقن الكورتيكوستيرويد بعد الدوائيه، بنحطها نحن ضمن الفراغ ما بين المفصل ما بين العظم والقرص والعظم الثاني. تمام. يعني دكتور ممكن نعطيه نحن هذا كبخف الالتهاب. ممكن نحن كمان نفوت لساتنا ضمن العلاجات المحافظه هون البسيطه، نعمل تنظير نحن للمفصل الفكي كمان، نعمله ممكن نعمل شيء بسموه البزل، وعباره عن بدخل نحن مثل قنيه للمفصل، فراغ المفصلي، وبنحقن ضمنه مواد غسل وبننظفه وبنرجع نسحب الماده اللي بنحقنها. تماما دكتور، اذا بدنا نحكي شوي عن طرق الوقايه، هل في وقايه فعلا لاضطرابات لنمنع تصير هي الاضطرابات بالفك؟ تخفيف التوتر هي اهم شيء. تمام. بدنا نشوف نحن اذا مريض عنده صرير ليلي ممكن نحن نحط شيء بنسميه الجبيره الفمويه او صفائح العض، هي بتحمي من هذا. هي خليه يحط، يعني هو بدل ما يكون عم يعض على اسداره بشكل مباشر، في شيء عم يخفف الصدمه. انت مثل لما بتحطي مثلا خلينا نحكي مخده ما بين الخشب وما بين راس البني ادم، ما بين واحد نايم على الخشب ما بين واحد نايم على المخده، صار في عندنا وساده عم تحمي. هي بتخفف كثير من الضغط على الاسنان. هذه احط طرق الوقايه، وهي كمان طريقه علاج ببعض الاحيان. طيب، في حال نحن اهملنا الوجع اليوم دكتور، شو المضاعفات او الاخطار او الاثار السلبيه اللي ممكن تصير اليوم وتصيب المريض؟ مثله مثل اي مرض. نحن عندنا نخر اسنان بسيط، اذا اهملناه بده يوصل لعنا لصحب عصب وتلبيس، بده يتفاقم. عندنا التهاب مفصل او مشاكل مفصل بسيطه تكون ممكن تكون تنحل معنا اتلك بتدليك مساج، ممكن بعدين نوصل طيب ماشي اهملناها بمرحله الهي، انتقلنا لمرحله تكون بسيطه مثلا بس تنكسات بسيطه بالعظم. هذه ممكن تكون ردوده نحن. في حال نحن اتبعنا طرق علاجيه جيده او مناسبه، نحن ممكن نوقف عن هذا الحد ونمنعها من الزياره، او ممكن حتى انه تتراجع. يعني ممكن دكتور تنتشر لباقي اعضاء الوجه؟ ممكن للاذن بنسمع كثير الالم بالاذن بصير. اما انه الالتهاب يوصل للاذن لا، قولا واحدا. تمام. هلا ممكن هو ينتقل من التهاب المفصل، يجي بسموه التهاب المفصل العدواني او العدوائي عفوا. العدوائي هذا بيجي نتيجه عدوى، ممكن تكون من عظام الجمجمه او عظام المحيطه، ممكن تكون من عضو ثاني عن طريق الدم. تمام. طب دكتور، اذا بدنا نحكي عن مده الاهمال، خلينا نقول من خلال الحالات اللي بتجي لعند حضرتك بالعياده، ممكن يهملوا هي القصه، قديش مده الاهمال بتكون لحتى توصل الشخص فعلا خلينا نقول لعوامل من الخطوره، او لحتى هون ما في اي علاج غير العلاج الجراحي له؟ هلا نحن ما فينا نقول انه احنا ما في غير العلاج الجراحي الا بعد نعمل صوره اشعه بانوراميه لنشوف وضع اللقمه وعظم الصدر مكان الارتكازه. ممكن نحن نشوف نضطر نعمل كمان حتى رنين مغناطيسي، او ممكن نعمل سي بي سي تي هذا ثلاثي ابعاد كمان نشوف اذا في عندنا تنكسات او اذا في عندنا بروزات عظميه على عظم المفصل. يعني الجراحه ما فينا نقرر نحن الا بعد مجموعه من الدراسه، مجموعه من الفحوصات الشعاعيه والسريريه. طبعا موضوع انه احنا قديه المده لحتى نتركه ما فينا نقسم، تختلف من مريض لمريض. مثلا اجت راجعت عياده مره مثلا مريضه كان صار لها 3 شهور، بتراجع اطباء وكله يعطيها مرخيات عضليه، مرخيات عضليه ضلت هي 3 شهور على شلموني عم تشرب بس كوكتيلات وعصير. طب هون احنا لازم نتداخل، التداخل هون احنا بدنا نحاول نفتح لها تمها شيء، لما عم تحس بالالم عم تضل مسكره تمها، بدنا نعطيها نحن لو كان صدمه ممكن احنا تمارين نعطيها اياها انه تفتح تمها بشكل تدريجي.
عن طريق خافضات اللسان اللي هي قطع خشبيه خافضات اللسان. نعطيها ونفرض هلا اليوم فتحت تمام مثلا بمعدل 4 خشبات فوق بعضها، بكره بتزيد وحده بيناتهم مثلا بصير عندها 5، هيك لمده اسبوع نوصل لفتحه تم تقريبا 3 إلى 3.5 ميلي. ممكن نضطر نعطيها شوي ضغطة أول شيء حتى لو تآلم مريض أول جلسة، ممكن نحن نعطيه ضغطة شوي قوية لحتى نكسر عنده حاجز الألم بس. تمام، بالختام بدنا مجموعة نصائح وإرشادات من حضرتك دكتور عن هيدا الاضطراب، ونركز كمان أهمية الحفاظ على صحة الأسنان والتشييك دائما إذا في أي مشاكل. هلا بالنسبة للمفصل الفك الصدغي، أنا أفضل أنه أي حدا بيشتكي من أي مشاكل لو كانت عم بيحس انه عضلات وجهه عم تتشنج او يكون عنده مثلا الام او بيحس حاله عم يصير عنده صرير بشكل دائم، فضل انه من هاي المرحله يبلش متابعه مع الطبيب، نحن بنتقي شر القادم يعني او التطور الحالي. تماما اكيد. بالنسبه لالام الاسنان طبعا هاي النصائح بشكل دائم نحن لازم نعطيها، التفريش، عنايه فمويه، تفريش اللسان كمان كتير مهم. صحيح. تنظيف الخيوط كتير مهم، خصوصي هلا للي عندهم تركيبات أسنان أو اللي بيعملوا هاي الابتسامة هوليوود والتجميل، نحن المفروض عنا أنه نحن في شيء اسمه الوتر جيت أو جهاز إرزاز مائي، هذا كتير منيح لغسيل الجيوب اللثوية ما بين اللثة وما بين السن، هاي كتير مهم هذا كمان يكون موجود، وإلا بدهم يضلوا يعانوا من مشاكل إن كانت التهابات للسن إن كان رائحة فم إن كان هيك، هذا المفروض الموضوع كمان يكون من أولويات المريض اللي عنده تركيبة. تماماً كتير. كمان فحص الأطباق بالنسبة للدكاترة أو الزملاء اللي عم يركبوا هلا الابتسامات، موضوع الأطباق يا ريت يتم التركيز عليه بشكل كتير كبير، لأنه هو المسبب يعني هلا حالياً المسبب الرئيسي لمشاكل مفصل الفك الصدغي. تماما، اي اجراء يمكن الشخص لازم يقوم فيه لازم دائما بمتابعه دوريه مع الطبيب، مثل ما ذكرت حضرتك المحافظه على صحه الفم والاسنان وايضا التشييك الدوري مع طبيب الاسنان. اكيد دكتور بدنا نتشكرك دكتور حسين عبد الكريم على المعلومات اللي قدمت لنا، اكيد بنتمنى السلامه للجميع. شكرا ان شاء الله رب العالمين، السلامه للجميع وشكرا لكم على الاستضافه الجميله. شكرا لك دكتور، واكيد بالصحه والسلامه لكل المشاهدين.